زاد المقرئين، رسالة أضواء البيان في معرفة الوقف والابتداء لفضيلة الشيخ جمال بن إبراهيم القرش، وتشتمل على: أولا، أهمية الوقف اللازم. ثانيا، صور من الوقف القبيح. ثالثا، وقف التعسف. رابعا، الوقف على كلا. خامسا، الوقف على بلى ونعم، ومتفرقات أخرى تهم قارئ القرآن، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة من سلسلة رسائل البيان في زاد المقرئين أثناء تلاوة الكتاب المبين، وهي الرسالة الخامسة، أضواء البيان في معرفة الوقف والابتداء، سائلين الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعد الوقف والابتداء من أهم موضوعات التجويد التي لا بد للقارئ من معرفتها ومراعاتها في قراءته، وقد أوجب المتقدمون من الرعيل الأول على القارئ معرفة الوقف والابتداء. قال ابن الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. وقد ثبت أن الإمام عليا رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال ابن الجزري رحمه الله: ففي كلام علي دليل على وجوب تعلمه ومعرفته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادي: أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. قال ابن الجزري رحمه الله: وفي كلام ابن عمر برهان على أن في تعلمه إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. وقال رحمه الله: ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. وعن عدي بن حاتم قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ثم ابتدأ فقال: فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله تعالى: ففي هذا الخبر إيذان بكراهية القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه، لأنه عليه السلام إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبحه، إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع وحال من عصى، ولم يفصل بين ذلك، وإنما كان ينبغي له أن يقطع على قوله فقد رشد، ثم يستأنف ما بعد ذلك، ويصل كلامه إلى آخره فيقول: من يعصهما فقد غوى. وإذا كان مثل هذا مكروها مستبشعا في الكلام الجاري بين المخلوقين، فهو في كتاب الله عز وجل الذي هو كلام رب العالمين أشد كراهية واستبشاعا وأحق وأولى أن يجتنب.
قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: ومن تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل، فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه. المبحث الأول: صور من الوقف اللازم. تعريف الوقف اللازم: هو الوقف على موضع أدى معنى صحيحا ولا يتبين المعنى المقصود والمراد إلا بالوقف عليه، وإلا ترتب عليه إخلال بالمعنى. علامته: رمز له في المصاحف بحرف ميم. والوقف اللازم لا يعني انقطاع الجملة عما بعدها تماما، فقد يكون بيانا تاما، وقد يكون بيانا كافيا، وقد يكون فيه وجهات نظر واختلاف بين العلماء. فلا يعجب القارئ إذا ما وجد اختلافا في بعض المصاحف في اعتبار الوقف اللازم، فكل منهم له مبرره. مثال ذلك: الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقد اختلفت المصاحف في هذا الموضع، فمنهم من وضع ميما، ومنهم من وضع جيما، ومنهم من وضع صلي. فمن وضع ميما لئلا يوهم مشاركة الراسخين في العلم في معرفة التأويل الذي هو بمعنى علم الغيب وتأويل أسماء الله وصفاته التي لا بد أن نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تكييف، فهو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن اعتبر أن التأويل له معنى آخر وهو التفسير، وابن عباس ممن يعلم التأويل، فقد رأى أولوية الوصل. ومن جوز الوجهين فقد وضع جيما. ومثاله أيضا الوقف على قوله لم يأتوك من قول الله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فقد نصت مصاحف الأزهر عليه بينما هو في مصاحف الشام والحجاز والمغرب وقف، لكن الوصل أولى. فمن اعتبره وقفا لازما وذلك لئلا يوهم الوصل أن اليهود الذين يتسمعون لم يأتوا محرفين الكلم، بينما الآية تثبت لهم التحريف والكذب. ومن اعتبر أولوية الوصل فقد اعتبر أن جملة يحرفون الكلم نعت ثالث لقوم ولا يفصل بين النعت والمنعوت. وكل ما يهمنا في هذا البحث هو تدريب القارئ على كيفية تبرير الوقف اللازم، وليس تبريرا بعلامات المصاحف. والوقف اللازم له صور: أولا، الوصل يوهم أن ما بعده صفة لما قبله. مثال ذلك الوقف على كلمة بعض من قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فلو وصل فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، لأوهم ذلك الوصف أن الجار والمجرور في كلمة منهم
صفة لبعض، فينصرف بيان تفضيل الرسل إلى بعض، فيكون موسى عليه السلام من هذا البعض المفضل عليه غيره لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم. ومثال ما يوهم الوصل فيه أن ما بعده صفة لما قبله الوقف على كلمة ولد من قوله تعالى إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، وذلك لئلا يوهم الوصف أن المنفي ولد موصوف بأنه يملك السماوات والأرض، إنما المراد نفي الولد مطلقا. ومثال ما يوهم الوصل أن ما بعده صفة لما قبله الوقف على كلمة أولياء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وذلك لئلا يوهم الوصف أن الجملة بعده صفة لأولياء، فيكون النهي من اتخاذهم أولياء صفتهم أن بعضهم أولياء بعض، فإذا انتفى هذا الوصف جاز اتخاذهم أولياء وهو محال، إنما النهي عن الاتخاذ مطلقا. ونحن الوقف على كلمة سبيلا من قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو وصل فقال ولا يهديهم سبيلا اتخذوه لأوهم ذلك الوصل أن جملة اتخذوه وكانوا ظالمين صفة لسبيلا، بينما المراد أن الاتخاذ ظلم في كل صوره. ونحن الوقف على كلمة الظالمين من قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا وقف متعين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وذلك لأنه لو وصل فقال والله ليهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا لأوهم ذلك أن الذين آمنوا وهاجروا صفة للظالمين، وهو كلام مستأنف جديد لا علاقة له بما قبله. ونحن الوقف على كلمة بعض من قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وذلك لأنه لو وصل فقال بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر لصارت جملة يأمرون بالمنكر صفة لبعض المنافقين، والصواب أنها صفة لكل المنافقين. ونحن الوقف على كلمة أولياء من قوله تعالى وما كان لهم من
دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. فلو وصل فقال من أولياء يضاعف لهم العذاب لأوهب ذلك الوصف وصف الأولياء بمضاعفة العذاب، والصواب أن مضاعفة العذاب لمن اتخذوا من دون الله أولياء. ومن ذلك الوقف على كلمة مرقدنا من قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. وذلك لئلا يوهم الوصف أن قوله هذا ما وعد الرحمن صفة لمرقدنا، فيبقى ما وعد الرحمن بلا مبتدأ. ومن ذلك الوقف على كلمة النار من قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فلو وصل فقال أصحاب النار الذين يحملون العرش لأوهم ذلك أن قوله الذين يحملون العرش صفة لأصحاب النار والعياذ بالله. والصواب أن الذين يحملون العرش ومن حوله كلام مستأنف جديد له خبر جديد ومتعلق به وليس متعلقا بما قبله. ثانيا الوصف يوهم أن ما بعده من مقول قول ما قبله. مثال ذلك الوقف على كلمة مثلا من قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فلو وصل فقال مثلا يضل به كثيرا لأوهم ذلك أن قوله يضل به كثيرا من قول الكفار، والصواب أنه ابتداء إخبار من الله عز وجل. كذلك يوهم أن قوله يضل به كثيرا صفة لمثلا، وليس كذلك، إنما هو كلام مستأنف جديد. ونحن الوقف على كلمة قولهم من قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فلو وصل فقال مثل قولهم تشابهت قلوبهم لأوهم ذلك الوصف أن قوله تشابهت قلوبهم من مقول الكفار، والصواب أنها ابتداء إخبار من الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة الربا من قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إن إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو وصل فقال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع
لأوهم ذلك الوصف أن قوله وأحل الله البيع من قول اليهود، والصواب أنها جملة مستأنفة من الله عز وجل ردا عليهم. ونحن الوقف على كلمة أغنياء من قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله سنكتب ما قالوا من قول اليهود، والصواب أنه ابتداء إخبار من الله عز وجل عن الكفار. ونحن الوقف على كلمة ثلاثة من قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وذلك لئلا يوهم الوصم للسامع أن قوله وما من إله إلا إله واحد من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث، وإنما هو ابتداء إخبار من الله عز وجل. ونحن الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلو وصل لأوهم ذلك أن قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته من قول الكفار الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، والصواب أنه كلام مستأنف من الله عز وجل إنكارا عليهم. ونحن الوقف على كلمة قولهم من قول الله عز وجل فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلو وصل فقال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، لأوهم ذلك الوصل أن قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من مقول الكفار، والصواب أنها ابتداء إخبار من الله عز وجل لبيان أن الله عز وجل مطلع على ما يقولون. ونحن وقف على مجنون من قوله تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا. وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله إنا كاشف العذاب من مقول الكفار، والصواب أنه من قول الله عز وجل. ونحن الوقف على قالوا من قوله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وذلك لئلا يوهم الوصف أن قوله بل يداه مبسوطتان من مقول اليهود، والصواب أنه رد من الله عز وجل عليهم. ونحن الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى
قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله والله يعلم إنك لرسوله من مقول المنافقين والصواب أنه من قول الله عز وجل ونحن الوقف على قوله لا يؤمنون من قوله تعالى رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله فاصفح عنهم من مقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصواب أنه من قول الله عز وجل ثالثا الوصل يوهم أن ما بعده معطوف على ما قبله مثال ذلك الوقف على آمنوا من قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وذلك لئلا يوهم الوصل أن ما بعده معطوف أي ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا والصواب أنه مستأنف ونحن الوقف على كبير من قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وذلك لئلا يوهم الوصل العطف فيصير الصد عن سبيل الله والكفر فيه كبير وإنما المراد أن القتال في الشهر الحرام كبير أما الصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله فهو أكبر عند الله من جريمة القتال في المسجد الحرام ونحن الوقف على لهم من قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وذلك لئلا يوهم الوصل تحليل المحصنات من المؤمنات لأهل الكتاب ومثال ذلك الوقف على اعتدوا من قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وذلك لئلا يوهم الوصل أن ما بعده معطوف على ما قبله أي أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى والصواب أن قوله وتعاونوا على البر والتقوى كلام مستأنف ونحو الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى لعنه الله
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وذلك لئلا يوهم الوصف عطف قول الشيطان على لفظ الجلالة فيتوهم أن جملة لأتخذن من عبادك من مقول الله. ونحن الوقف على يسمعون من قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، وذلك لئلا يوهم الوصف استجابة الموتى مع الذين يسمعون، وليس الأمر كذلك، وإنما هو إخبار من الله عنهم بأنهم سيبعثون للحساب. ونحو الوقف على قلوبهم من قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، وذلك لئلا يوهم الوصل أن القتال موجب لهم التوبة من الله. ونحو الوقف على به من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وذلك لئلا يوهم الوصل شيئا لا يليق بنبي معصوم أن يهم بامرأة وهو منفي لرؤيته البرهان. ونحو الوقف على ونذيرا من قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، لأنه لو وصل لصار وقرآنا معطوفة واقتضى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا، والتقدير وفرقناه قرآنا أي أحكمناه. ونحو الوقف على لوط من قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله وقال إني مهاجر إلى ربي من قول لوط، وإنما هو من قول إبراهيم عليه السلام. ونحو الوقف على للكافرين من قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وذلك لئلا يوهم الوصل عطف والذي على ما قبله. ونحن الوقف على وتوقروه من قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وذلك لئلا يوهم الوصل عطف الضمير في وتوقروه الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم فيعطف على الضمير في وتسبحوه الذي هو لله عز وجل. الوقف على
عدنا من قوله تعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وذلك لأنه لو وصل لصار قوله وجعلنا جهنم معطوفة على قوله عدنا داخلا تحت شرط إن عدتم. صواب أنه لا علاقة بين جعل جهنم للكافرين وبين العودة. ومن صور الوقف اللازم الوصل يوهم أن ما بعده ظرف لما قبله. مثال ذلك الوقف على عنهم من قوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وذلك لئلا يوهم الوصل أن الأمر بالتولي عنهم يوم يدعو الداع، فتصير يوم يدعو ظرفا للتولي وليس كذلك، بل هو ظرف ليخرجون، والتقدير يخرجون خشعا أبصارهم يوم يدعو الداع. ونحو الوقف على يلعبون من قوله تعالى الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وذلك لأنه لو وصل لصار المعنى أنهم يلعبون يوم يدعو الداع، فتكون يوم ظرفا لقوله يلعبون، والصواب أن يوم يدعون كلام مستأنف. ونحو الوقف على وسعر من قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وذلك لئلا يوهم الوصل أن يوم يسحبون ظرف لضلالهم، فيوهم أنهم سيضلون يوم يسحبون في النار، والصواب أن يوم ظرف لما بعده، أي يقال لهم ذوقوا مس سقر. ونحو الوقف على عائدون من قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. لأنه لو وصل صار يوم نبطش البطشة ظرفا لعودهم إلى الكفر على معنى إنهم عائدون إلى الكفر يوم نبطش البطشة الكبرى، وذلك غير صحيح، فاليوم هو يوم القيامة أو يوم بدر، والعود إلى الكفر فيهما غير ممكن. ومن صور الوقف اللازم الوصل يوهم أن حرف الجر متعلق بما قبله. نحو الوقف على العقاب من قوله تعالى إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لأنه لو وصل لأوهم أن شدة العقاب للفقراء وليس كذلك، بل قوله للفقراء خبر لمبتدأ محذوف والتقدير والفيء المذكور للفقراء.
ونحو الوقف على كلمة ذكره من قوله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. وذلك لأنه لو وصل لصار المعنى فمن شاء اتعظ به في صحف مكرمة، أي لصار قوله في صحف محل ذكر من شاء أن يذكر القرآن، وهو محال، بل التقدير أن جميع ما في القرآن في صحف مكرمة. ثانيا، أثر تقدير القول على الوقف والابتداء. من المعلوم أن من أهم مقاصد دراسة علم الوقف والابتداء هو عدم الخلط بين الأقوال. ولتوضيح ذلك الأمر فقد قمت باختياري وبانتقاء بعض المواضع من كتاب المكتفى للإمام أبي عمرو الداني. ومن هذه المواضع التي استحسن الإمام أبو عمرو الداني الوقف عليها الوقف على كلمة أذلة من قوله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الوقف على أذلة تام، وذلك لأن ما بعده من كلام الله عز وجل، وحتى لا يخلط بين قول الملكة وقول الله عز وجل، وهذا هو الراجح. الوقف على كلمة يعدكم من قوله تعالى وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والوقف هنا تام لأن ما بعده من كلام الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة برحمة من قوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والوقف على كلمة برحمة تام لانقطاع كلام الملائكة، ثم قال الله عز وجل ادخلوا الجنة. ونحن الوقف على كلمة الدنيا من قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فقد اختلف في قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، فمنهم من قال أنه من كلام الله عز وجل، ومنهم من قال أنه من قول موسى عليه السلام. فمن اعتبره من كلام الله عز وجل فهو يعتبر الوقف على كلمة الدنيا كاف، ومن اعتبره من قول موسى عليه السلام اعتبر الوقف على كلمة الدنيا تام. ونحن الوقف على كلمة آتاهما من قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما
فتعالى الله عما يشركون. والوقف على كلمة آتاهما تام لأنه انقضاء، لأنه انقضاء قصة آدم وحواء وما بعده في شأن مشرك العرب. قال قتادة: فكان شركا في طاعتهما لإبليس في تسميتها إياه عبد الحارث، ولم يكن شركا في عبادته. قال: ثم انقطعت قصة آدم وحواء عليه السلام، فقال الله عز وجل: فتعالى الله عما يشركون، يعني المشركين من بني آدم. ومنه الوقف على كلمة حرج وكلمة إبراهيم من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. والوقف على كلمة إبراهيم كاف إذا اعتبر أن ما بعده هو الذي سماكم المسلمين من كلام الله عز وجل، ولا وقف إذا اعتبر أن ما بعده وهو الذي سماكم المسلمين من كلام إبراهيم عليه السلام. والدليل قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، والراجح الأول، لأن الآية دالة على الدعاء. ثانيا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تداعوا بدعاء الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ونحن الوقف على كلمة سلام من قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والوقف على كلمة سلام تام إن جعلت الهاء في قوله يلقونه لملك الموت أو للملائكة، أي تحيتهم يوم يلقون ملك الموت أو يوم يلقون الملائكة سلام. قال البراء بن عازب: لا يقبض روح المؤمن إلا سلم عليه، أي إن الملائكة تحييه وتبشره عند الموت، وكذا إن جعلت للمؤمنين في الجنة تحييهم الملائكة لقوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. والوقف كاف إذا اعتبر أنه من قول الله عز وجل، أي تحيتهم يوم يلقون الله عز وجل سلام وأعد لهم أجرا كريما. ونحن الوقف على كلمة شيئا من قوله تعالى: قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. والوقف على كلمة شيئا تام لأن ما بعده من كلام الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة خيرا من قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والوقف على كلمة خيرا تام، أي أنهم قالوا أنزل خيرا، ثم انقطع الكلام، ثم قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ونحن الوقف على كلمة جاءني من قوله تعالى:
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والوقف على كلمة جاءني تام لأنه آخر كلام الظالم وما بعده من قول الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة ربنا من قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والوقف على كلمة ربنا تام لأنه انقضاء كلامهم وما بعده من كلام الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة هذا من قوله تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. والوقف على كلمة هذا تام لأن ما بعده من كلام الله عز وجل وما قبله من كلام موسى عليه السلام. ونحن الوقف على كلمة وجنوده من قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والوقف على كلمة وجنوده تام وذلك لانقضاء قول النملة وتمام الفاصلة من قول الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة شيء من قوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. والوقف على كلمة شيء لأن ما بعده من كلام الله تعالى. ونحن الوقف على كلمة أنثى من قوله تعالى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والوقف على كلمة أنثى كاف لأن ما بعده إخبار من الله عز وجل. فالذي قال والله أعلم بما وضعت هو الله تعالى. وجدير بالذكر هنا أن نبين أن كل ما ذكرناه هو من رواية حفص عن عاصم لأن الوقف والابتداء يختلف باختلاف القراءة. فمن قرأ رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت لم يجز الوقف هنا لأن الكلام كله صار متصلا. وعلى هذا يفهم أن مدار البحث الذي أقوم به في هذا الموضوع إنما يخص رواية حفص عن عاصم. ونحن الوقف على كلمة ممطرنا من قوله تعالى فلما
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. والوقف على كلمة ممطرنا كاف، وذلك لأنهم لم يقولوا بل هو ما استعجلتم به، بل هو رد من الله عز وجل عليه، فقوله تعالى بل هو ما استعجلتم به من كلام الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الرابع، الوقف على كلا. اهتم العلماء والنحويون بالكلام على كلا والوقف عليها، بل وأفردوا لها كتبا خاصة كان من أبدعها وأكثرها قبولا وتداولا لدى أهل العلم رسالة كلا وبلا ونعم للإمام مكي رحمه الله، وكان ممن تأثروا بهذه الرسالة العلامة الزركشي في البرهان وابن هشام النحوي. قال الإمام ابن الجزري: ثم إن علماءنا اختلفوا في الوقف على كلا، فكان بعضهم يجيز الوقف عليها مطلقا، وبه قرأت على شيخنا أمين الدين عبد الوهاب الشهير بابن السلاط، ومنهم من منع الوقف عليها مطلقا وهو اختيار شيخنا سيف الدين بن الجندي، ومنهم من فصل فوقف على بعضها لمعنى ومنع الوقف على بعضها لمعنى آخر، وهو اختيار عامة أهل الأداء كمكي وعثمان بن سعيد وغيرهما، وبه قرأت على شيوخي. قال الإمام مكي رحمه الله: وذهبت طائفة إلى تفصيلها فيوقف عليها إذا كان ما قبلها يرد وينكر، ويبتدأ بها إذا كان ما قبلها لا يرد ولا ينكر، وتوصل بما قبلها وما بعدها إذا لم يكن قبلها كلام تام نحو ثم كلا سوف تعلمون. وهذا الوقف أليق بمذهب القراء وحذاق النظر، وهو الاختيار، وبه آخذ. انتهى كلام الإمام مكي. قلت: والرأي الأخير هو المعتمد لدينا في هذه الرسالة، وقد اقتفيت أثر الإمام مكي في تبريراته في رسالته كلا وبلا ونعم، وقد كان الباعث لذلك ما يلي: أن اختيار مكي هو اختيار عامة أهل الأداء والنحويين، أن أغلب المصاحف الموجودة بين أيدينا سار منح الإمام مكي. أين وقعت كلا؟ وقعت كلا في القرآن في 33 موضعا في 15 سورة كلها مكية، ليس في النصف الأول من القرآن منها شيء. معاني كلا: تأتي كلا بمعنى النفي أو الزجر لما قبلها والتقدير ليس الأمر كذلك، وتأتي كلا بمعنى حقا تأكيدا لما بعدها، وتأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، وقد تجمع جواز المعنيين حقا وألا، وقد ينفرد أحدهما إذا جاء بعد كلا إن المكسورة الهمزة، فإنه لا يبتدأ بها على معنى حقا وإنما على معنى ألا. متى يوقف على كلا ويبتدأ بها؟ يحسن الوقف على كلا إذا كانت بمعنى الردع أو الزجر. يحسن الابتداء بكلا إذا كانت بمعنى حقا أو ألا الاستفتاحية. الابتداء بكلا من طريق الوحي. أقرأ جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم 5 آيات من سورة العلق، فلما قال علم الإنسان ما لم يعلم قطع القراءة، ثم نزل بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى، فدل ذلك على أن الابتداء بكلا من طريق الوحي. أقسام كلا: القسم الأول ما يحصل فيه الوقف على كلا بمعنى الردع
ويجوز الابتداء على معنى ألا أو حقا، وذلك في 11 موضعا، ويستثنى من ذلك كل موضع كسرت فيه همزة إن بعد كلا، فلا يبتدأ فيها بمعنى حقا إنما بمعنى ألا. علامات المصاحف: من خلال استقراء بعض المصاحف لوحظ أن أغلبها وضعت علامة جيم بعد كلا في 4 مواضع، هي موضع مريم، موضع المؤمنون وسبأ، وباقي المواضع صلي. الموضع الأول سورة مريم، قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فيحصل الوقف هنا على معنى الردع، أي فليرتدع هذا الكافر عن التفوه بمثل هذه المقالة الشنعاء، فإنه لم يتخذ عند الله عهدا. ويجوز الابتداء هنا على معنى حقا، أي حقا سنكتب ما يقول، أو ألا سنكتب ما يقول. الموضع الثاني سورة مريم، قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أي فليرتدع الكفار عن عبادتهم للأصنام وعن اعتقادهم فيها العزة والنصرة، ويجوز الابتداء بها على معنى حقا سيكفرون بعبادتهم، أو ألا سيكفرون بعبادتهم. الموضع الثالث سورة المؤمنون، قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. أي فليرتدع هذا الكافر عن طلب الرجوع إلى الدنيا، ويجوز الابتداء هنا على معنى ألا إنها كلمة هو قائلها، ولا يبتدأ بها هنا على معنى حقا، وذلك لكسر همزة إن بعدها. الموضع الرابع سورة سبأ، قوله تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أي ارتدعوا عن زعمكم أن الأصنام شركاء لله، ويبتدأ بها هنا على معنى ألا بل هو الله العزيز الحكيم، أو حقا بل هو الله العزيز الحكيم. الموضع الخامس سورة المعارج، قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. أي فليرتدع هذا المجرم عن تمنيه الفداء من العذاب، ويبتدأ بها على معنى ألا إنها لظى، ولا يبتدأ بها على معنى حقا لكسر همزة إن بعد كلا. الموضع السادس سورة المعارج، قوله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. أي فلينزجر الكفار عن الطمع في دخول الجنة إن هم استمروا على كفرهم، ويبتدأ بها على معنى ألا إنا خلقناهم مما يعلمون. الموضع السابع قوله تعالى: ثم يطمع أن أزيد. ك
كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي فليرجع هذا الكافر عن الطمع في زيادة نعمة الله عليه، فإنه لم يقدم ما يستحق به هذه الزيادة، ويبتدأ بها على معنى ألا إنه كان لآياتنا عنيدا. الموضع الثامن سورة المدثر، قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، أي فليرتدع الكافر عن إرادته أن يؤتى صحفا منشرة. الموضع التاسع سورة المطففين، قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ارتدع أيها المعتدي الأثيم عن رمي آيات الله بأنها أساطير الأولين. الموضع العاشر سورة الفجر، قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي فليفهم الإنسان بأن كثرة المال ليست إكراما كما أن قلته ليست إهانة. الموضع العاشر سورة الهمزة، قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، أي فليرتدع الإنسان عن ذلك الحسبان الباطل أو جمع المال أو اللمز أو الهمز. القسم الثاني الوقف لا يحسن على كلا لأنها ليست بمعنى الزجر، ويبتدأ بها على معنى ألا أو حقا، وذلك في 18 موضعا، ويستثنى من ذلك كل موضع كسرت فيه همزة إن بعد كلا، فلا يبتدأ فيها بمعنى حقا إنما يبتدأ بمعنى ألا. علامات المصاحف، أغلب المواضع التي سنذكرها بمشيئة الله لم يوضع عليها أي علامة في المصاحف سوى 4 مواضع هي القيامة والفجر والعلق، فقد وضع مصحف الأزهر عليها علامة جيم، وبعض المصاحف وضعت علامة صلي. الموضع الأول سورة المدثر، قوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر، والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف رد ما قبلها، وما قبلها لا يرد، فكأنها ليست ذكرى للبشر. وجدير بالذكر هنا أن أذكر أن العلامة مكي رحمه الله يرى في هذا القسم عدم حسن الوقف، لكنني سأذكر بمشيئة الله وجهة نظر من رأى جواز الوقف. ففي هذا الموضع الذي ذكرناه وهو قوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، وجهة نظر من أجاز الوقف عليها أنه جعلها ردا لقول أبي جهل لأصحابه عند إنزال قول الله تعالى عليها 19، قال أنا أكفيكم 17 وفوني أنتم 2. قال مكي وهو بعيد لأنه لفظ لم يتضمنه معنى الآية، وقال ابن هشام هذا قول متعسف لأن الآية لم تتضمنه. الموضع الثاني سورة المدثر، قوله تعالى بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، والوقف لا يحسن هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما حكى الله عنهم من أنهم لا يخافون الآخرة.
قال مكي: ومنهم من يجعلها ردا وتأكيدا لكلا الأولى فيقف عليها بمعنى النفي، وهو بعيد لأنه نفي ما نفته الآية الأولى، لأن المؤكد لا يفرق بينه وبين المؤكد. الموضع الثالث سورة القيامة، قوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي قول الإنسان يوم القيامة أين المفر. ومن أجاز الوقف عليها كانت للردع عن طلب الفرار وتمنيه، أو النفي على تقدير لا وزر ولا منجى من النار. الموضع الرابع سورة القيامة، قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما ضمنه الله تعالى لنا من بيان كتابه. ومن أجاز الوقف عليها كانت للردع لمن أنكر البعث، أو إرشادا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذا به عن العجلة. الموضع الخامس سورة القيامة، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي عبث الكفار يوم القيامة. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى ليس الأمر كما يظن هؤلاء المشركون أنهم لن يعاقبوا على شركهم. الموضع السادس سورة النبأ، قوله تعالى: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. والوقف لا يحصل هنا على كلا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما حكى الله من اختلافهم في النبأ وهو القرآن. ومن أجاز الوقف عليها كانت ردعا للكفار، أي فليرتدعوا ولينزجروا عن اختلافهم في أمر البعث أو التساؤل عنها على سبيل الاستخفاف. الموضع السابع قوله تعالى في سورة عبس: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما حكى الله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى لا تعرض عن هذا وتقبل على هذا، أو لا تفعل بعدها مثلها. قال مكي: وهو وجه صالح، لكن الوقف عليها أمكن وأبين. الموضع الثامن سورة عبس، قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. والوقف لا يحصل هنا لئلا يوهم الوقف نفي إحياء الله للإنسان. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى فليرتدع الإنسان عما هو عليه من التنكير والترفع والإصرار على إنكار التوحيد. الموضع التاسع سورة الانفطار، قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي تصوير الله للإنسان في أي صورة. ومن أجاز الوقف عليها
كانت على معنى ليس الأمر أيها الكافرون على ما تقولون من أنكم على الحق في عبادتكم. الموضع العاشر سورة المطففين، قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي قيام الناس لرب العالمين. الموضع الحادي عشر سورة المطففين، قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والوقف لا يحصل هنا على كلا الثانية، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي غلبة الذنوب والمعاصي على قلوبهم. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى لا يؤمنون برين الذنوب على قلوبهم. الموضع الثاني عشر سورة المطففين، قوله تعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي قول الله للكفار يوم القيامة هذا الذي كنتم به تكذبون. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى لا يؤمنون بالعذاب والجزاء. ومن صور الوقف اللازم الوصل يوهم تعليق الحكم المذكور قبل الشرط على علمهم، مع أن ما قبل الشرط حقيقة ثابتة سواء أعلموا أم جهلوا، وذلك بخصوص الوقف على ما قبل لو وإن. مثال ذلك الوقف على أنفسهم من قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وذلك لئلا يوهم الوصل أن الذم مرتبط بعلمهم، والصواب أنهم لو كانوا يعلمون حقيقة ما سيصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. ونحو الوقف على خير من قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، وذلك لئلا يوهم الوصل أن المثوبة مرتبطة بعلمهم. والمعنى أن اليهود لو آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر لأثيبوا، ثم بدأ كلاما آخر لو كانوا يعلمون أنه خير ما آثروه عليه. ونحو الوقف على حرا من قوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لئلا يوهم الوصف أن شدة حر جهنم مرتبطة بفقههم. والمعنى أن نار جهنم أشد حرا، فالأولى أن يتقوها بترك التخلف عن الجهاد في سبيل الله، ثم أخبر أنهم لو كانوا يفقهون أنها كذلك أو أن مآلهم إليها لما فعلوا ما فعلوا من التخلف. ونحن الوقف على كلمة أكبر من قوله تعالى
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وذلك لئلا يوهم الوصل أن عظم أجر الآخرة مرتبط بعلمهم. والمعنى أن ما في الآخرة من الجنة والنعم أعظم من الدنيا وما فيها، ثم أخبر أن الكفار أو المتخلفين عن الهجرة لو كانوا يعلمون ما للمهاجرين من الكرامة وعظيم الثواب لوافقوهم. ونحن الوقف على كلمة أكبر من قوله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وذلك لئلا يوهم الوصل أن كبر العذاب مرتبط بعلمهم، والصواب أن العذاب أكبر سواء أعلموا أم جهلوا. والمعنى أن عذاب الآخرة أعظم وأشد وأبقى من عذاب الدنيا، ثم أخبر أنهم لو كانوا يعلمون ذلك العذاب ما خالفوا أمرنا وما كذبوا. ونحو الوقف على كلمة بينهما من قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وذلك لأن الوصل يوهم أن ربوبيته تتعلق بكونهم موقنين. ومعنى قوله إن كنتم موقنين أي إن كنتم موقنين ومؤمنين بأن الله الخالق فآمنوا بالله وحده. ونحن الوقف على كلمة الحيوان من قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وذلك لأنه لو وصل لصار وصف الحيوان متعلقا بشرط أن لو علموا ذلك وهو محال. والمعنى أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة، ثم أخبر أنهم لو علموا حقيقة ذلك لما اختاروا اللهو الفاني على الحياة الباقية. ومن صور الوقف اللازم الوقف على ما قبل إذ، نحن الوقف على كلمة الملك من قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وذلك لئلا يوهم الوصل أن إذ ظرف لآتاه الله الملك، فيصير أن آتاه الله الملك لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وهو محال. والصواب أن قال عامل إذ، ومعنى الآية ألم ينتهي علمك إلى هذا الذي حاج إبراهيم وهو النمرود، لأجل أن آتاه الله الملك أو وقت أن آتاه الله الملك فقد تكبر وطغى. قال له من ربك الذي تدعون إليه؟ فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ونحن الوقف على قوله بالحق من قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ومعنى الآية
واتل يا محمد على قومك خبر هابيل وقابيل بالحق. ثم قال: واذكر لما قربا قربانا إلى الله، وهو كبش لهابيل وزرع لقابيل، فتقبل الله قربان هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ولم يتقبل من قابيل. أما لو وصل فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، لأوهم ذلك أن إذ ظرف لقوله واتل، فيصير واتل خبر هابيل وقابيل وقت أن قربا قربانا، وهو محال. والصواب أن عامل إذ محذوف أي أذكر. انتهى مبحث الوقف اللازم بحمد الله ذي الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثاني: الوقف القبيح. تعريفه: هو الوقف على كلام لا يؤدي فائدة لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، أو أفاد معنى غير مقصود أو أخل بالعقيدة. من صور الوقف القبيح: النوع الأول لا يؤدي إلى فائدة لشدة التعلق اللفظي، كالوقف على بسم من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فلو وقف القارئ وقال بسم ثم قال الله الرحمن الرحيم لما أدى الوقف على كلمة بسم فائدة. النوع الثاني لا يؤدي معنى صحيحا، كالوقف على ولأبويه من قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ثم يبدأ بكل واحد منهما السدس، فإن البنت ليست مشتركة في النصف مع الوالدين، إنما النصف لها وللوالدين لكل واحد منهما السدس. إذن الصواب أن يقال: وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم يبدأ: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. النوع الثالث يخل بالعقيدة وفيه سوء أدب مع الله عز وجل، نحو الوقف على كلمة أبعث والابتداء بلفظ الجلالة من قوله تعالى: إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فلو وقف فقال إلا أن قالوا أبعث ثم ابتدأ بما بعده لأوهم معنى مخلا بالعقيدة. من صور الوقف القبيح: الفصل بين المبتدأ وخبره. مثال ذلك الوقف على كلمة معه من قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلو وقف على كلمة معه ثم بدأ أولئك هم المفلحون لفصل بين المبتدأ وهو كلمة فالذين، وبين الخبر وهو كلمة أولئك هم المفلحون. ومن صور الوقف القبيح: الفصل بين اسم إن وخبرها، نحو الوقف على كلمة الكتاب من قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلو وقف على كلمة الكتاب ثم قال أولئك يلعنهم الله لفصل بين اسم إن وهو
الذين وخبر إن وهو أولئك يلعنهم الله. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين الفعل وفاعله. مثال ذلك الوقف على كلمة ظلمتم من قوله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فلو وقف على كلمة ظلمتم ثم بدأ أنكم في العذاب مشتركون لفصل بين الفعل ينفعكم وبين الفاعل المؤول من أن والضميركم وهو اشتراككم في العذاب فلا يفصل منه. والتقدير ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب. ومثال الوقف القبيح الفصل بين الفعل والمفعول. مثال ذلك الوقف على كلمة تكلمهم من قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فجملة أن الناس مفعول تكلمهم والتقدير تخبرهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومثال الوقف القبيح الفصل بين الشرط وجوابه. مثال ذلك الوقف على كلمة العلم من قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لأن الابتداء بإنك يوهم بأنه حكم على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من الظالمين وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فالكلام مشروط بما قبله وهو اتباع أهوائهم. ونحو الوقف على كلمة لإثم من قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن أداة شرط وجوابها جملة فإن الله غفور رحيم ولا يفصل بين الشرط وجوابه. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين التعليل وما قبله. مثال ذلك الوقف على كلمة والأفئدة من قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكلمة لعلكم متعلقة ب وجعل لكم السمع. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين التمني وجوابه. مثال ذلك الوقف على كلمة معهم من قوله تعالى
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فلا وقف هنا على كلمة معهم، لأن الفاء في فأفوز جواب التمني، ولا يفصل بين التمني وجوابه. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين الصفة والموصوف، مثال ذلك الوقف على كلمة قوما من قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فجملة الله مهلكهم نعت لقوما، ولا يفصل بين النعت والمنعوت. ومثال ذلك الوقف على كلمة غربية من قوله تعالى: الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وذلك لأن جملة يكاد صفة لشجرة، ولا يفصل بين الصفة والموصوف. ومثال الوقف القبيح الفصل بين القسم وجوابه، مثال ذلك الوقف على كلمة أيمانهم من قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. ومثال ذلك الوقف على كلمة بالله من قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين العطف والمعطوف، والعطف إما أن يكون بين مفردات أو يكون بين جمل. فإن كان العطف بين مفردات فإنه لا يجوز الوقف بينهما باتفاق، مثال ذلك قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وإن كان العطف بين جمل فإنه لا يجوز أيضا الوقف بينهما إذا كانت الجمل المعطوفة تنتظر جوابا، كأن تنتظر خبرا أو جواب شرط أو جواب قسم إلى آخره،
مثال ذلك قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه الآية مع كثرة ما فيها من جمل لا يوقف على أي منها، لأن هذه الجمل تنتظر اسم إن، فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، كل ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لعلامات لأصحاب العقول ليتفكروا ويبصروا. وإن كانت الجمل تمثل وحدة مستقلة فإنه يجوز الوقف، مثال ذلك قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فجملة وعلى أبصارهم معطوفة على جملة ختم الله، وجملة ولهم عذاب كذلك معطوفة على ما سبق، فالختم في الجملة الأولى على القلوب والسمع، والغشاوة في الجملة الثانية للأبصار، نماذج من المواضع التي لا يجوز الوقف عليها للعطف. الوقف على كلمة فسوق من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا وقف هنا لتعلق العطف بالمعطوف. ونحن الوقف على كلمة مولانا من قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والوقف على كلمة مولانا لا يحسن لمكانة الفاء في كلمة فانصرنا، لأنها تصل ما بعدها بما قبلها. ومثال ذلك الوقف على كلمة رجس من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وذلك لأنه نسق على أو لحم، والتقدير أو لحم خنزير أو فسقا فإنه رجس. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين البدل والمبدل منه، مثال ذلك الوقف على كلمة مثلا من قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا
ما بعوضة فما فوقها. لا وقف على كلمة مثلا لأن بعوضة بدل من قوله مثلا، ولا يفصل بين البدل والمبدل منه. ومن صور الوقف القبيح الفصل بين الحال وصاحبه، مثال ذلك الوقف على كلمة الدنيا من قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلا وقف على كلمة الدنيا لأن ما بعده حال بتقدير قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة. ومن صور الوقف القبيح الوقوع في المشاركة عند وصل الآيات بعضها ببعض، مثال ذلك الوقف على كلمة هارون من قوله تعالى: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم يبتدأ فيقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فالآية معناها أن موسى عليه السلام خاف على نفسه القتل دون أخيه، ثم أخبر عن أخيه هارون بأنه أفصح منه لسانا. أما فيما لو وقف القارئ على كلمة هارون ووصل الآيات فقال: فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون، لأوهم ذلك أن موسى عليه السلام خاف على نفسه القتل وعلى أخيه، وليس المعنى كذلك. ومن صور الوقف القبيح الوقف على كلمة بآياتنا من قوله تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فقوله تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيها بيان أجر الشهداء، وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فيها جزاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله. أما فيما لو قرأ القارئ ووصل الآيات وقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لأوهم العطف مشاركة الكافرين المكذبين بأجر الشهداء، وهو ليس كذلك. ومن أقبح ما يكون الوقف الوقف على المنفي الذي بعده حرف إيجاب. وأحب أن أنوه بأن قصدي فيما ذكرت وفيما سأذكر بمشيئة الله تعالى بالوقف القبيح هو الوقف الاختياري الذي يترتب عليه الابتداء بما بعده. أما الوقف الاضطراري أو الوقف عند ضيق نفس فذلك جائز على أن يبتدئ القارئ بما قبله. يقول ابن الجزري رحمه الله: وله يوقف مضطرا ويبدا قبله. أمثلة على ذلك وقف على كلمة والإنس من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك لما يوهم معنى فاسد يخل بالعقيدة، فينبغي الانتباه والحذر من ذلك، كما وينبغي الحذر من الوقف قبل انتهاء القول. مثال ذلك الوقف على كلمة قالوا من قوله تعالى:
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فلو ابتدأ فقال إن الله بما بعده لأوهم معنى فاسدا مخل بالعقيدة فينبغي الاحتراز من ذلك ومنه أيضا الوقف على كلمة قالوا من قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ومثاله الوقف على كلمة النصارى والابتداء بكلمة المسيح من قوله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله ومنه الوقف على كلمة منهم والابتداء بكلمة إني من قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن صور الوقف القبيح الوقف على كلمة لا يهدي من قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين وكالوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين كما وينبغي الانتباه من وقوع بعض المبتدئين في بعض الوقفات الشديدة القبح وقد لا يدري ما الذي يترتب على وقفه فقد يقرأ بعضهم قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله فيحرص على أن يتخطى علامة لا فيقف على كلمة ابن لانقطاع نفسه فيقول وقالت اليهود عزير ابن وقد يحرص على أن يبتدئ بما قبله لتعلق الكلام فإذا به يبتدئ بكلمة عزير ابن الله والعياذ بالله وما ذلك إلا لأنه لم ينظر إلى المعنى بل كان جل همه الرجوع إلى اللفظ السابق دون الالتفات إلى ما يترتب على هذا الابتداء المبحث الثالث وقف التعسف تعريفه هو وقف متكلف من بعض المعرضين أو القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء رغبة في إغراب السامع دون النظر إلى معاني الآية ومقاصدها مثال ذلك الوقف على كلمة يحلفون من قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فمقصد الآية بيان جرأة المنافقين على الله بالحلف به كذبا وهذا الوقف لا يبين للسامع المحلوف به لأن فيه ارتكاب تقدير محذوف أقسم بالله على معنى القسم ثم يبتدئ بالله إن أردنا إلا إحسانا والمعلوم أنه ما لا يحتاج إلى تقدير مقدم على ما يحتاج إليه ومن صور الوقف القبيح الوقف على كلمة فلا جناح من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلو وقف على كلمة فلا جناح وابتدأ بقوله عليه أن يطوف بهما لدل ذلك الابتداء على وجوب السعي والآية لا تدل على ذلك
لأن الأنصار كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان عليهما صنمان، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين، وكان المسلمون يتحرجون من السعي، فنزلت الآية لرفع الحرج وليست للوجوب. ومثال وقف التعسف الوقف على كلمة أنت من قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلو وقف على كلمة وارحمنا أنت ثم ابتدأ بقوله مولانا فانصرنا، لأن في هذا ولو من طريق بعيد إشارة بأن غير الله يملك الغفران والرحمة. ومثال ذلك الوقف على كلمة تمشي من قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمعنى الآية هو إظهار ما عليه المرأة حين إقبالها من حياء وأدب وحشمة، وهذا الوقف يفيد وصفها بالحياء عند قولها فقط وليس عند مشيها. وأيضا يوحي هذا الوقف بأن إحدى هاتين المرأتين جاءت ماشية لا راكبة، وهذا معنى الهزيل، فما الذي يستفيده السامع من معرفته مجيء المرأة من كونها ماشية أو راكبة؟ القطع القبيح. يقصد بالقطع هنا ترك القراءة بالكلية والانتقال إلى أمر آخر غير متعلق بالقراءة، وحكم ذلك أنه لا يقطع إلا على رأس آية إلا إذا كانت تتعلق بما بعدها لفظا، فحين ذلك لا يقطع. مثال ذلك القطع على كلمة والآصال من قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلو قطع القراءة على كلمة والآصال لأدى ذلك إلى الفصل بين الفعل وفاعله، فمن الذي يسبح بالغدو والآصال؟ إنهم الرجال الموصوفون في الآية التي بعدها، فكيف يقطع القارئ ولم يكتمل مراد الشارع؟ كما ويلاحظ أنه قد يقطع البعض القراءة على رأس جزء لأنه متعود على أن ينهي قراءته عند نهاية الجزء، وهذا الفعل قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا. يكون قبيحا إذا كان متعلقا بما بعده لفظا. مثال ذلك القطع على كلمة رحيمة من قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فالمحصنات من النساء من جملة المحرمات التي حرمها الله عز وجل، فالقطع لا يحصل هنا، وذلك لأن مراد الشارع لم يكمل. الموضع الثالث عشر قوله تعالى في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما كلا
فإذا دكت الأرض دكا دكا. والوقف لا يحسن هنا على كلا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما حكى الله به من كثرة حبنا للمال. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى فلينزجر العباد عن حب المال وعدم إكرام اليتيم. الموضع الرابع عشر، سورة العلق، قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. والوقف لا يحسن هنا لئلا يوهم الوقف نفي أن الله علمنا ما لم نعلم. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، ينعم عليه ربه بما لم يكن يعلم ثم يكفر به. الموضع الخامس عشر، سورة العلق، قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. والوقف لا يحسن هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي رؤية الله لأعمال العباد. ومن أجاز الوقف عليها كانت ردعا لأبي جهل عن نهيه الناس عن عبادة الله، والمعنى لم يعلم أبو جهل بذلك. ورد مكي بقوله: وهذا بعيد، إنما يكون كلا نفيا لما يليها دون ما بعد عنها. وأيضا فإنه لا يدرى أي شيء نفت أكلاما يليها أم ما بعد منها. وجدير بالذكر هنا أن أقول أن الإمام مكي رد في أغلب المواضع المذكورة سابقا على من جوز الوقف، ولم أذكر ذلك اختصارا. الموضع السادس عشر، سورة العلق، قوله تعالى: فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. والوقف لا يحسن هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي دعاء الله تعالى يوم القيامة للزبانية. ومن أجاز الوقف عليها كانت ردعا بعد ردع لأبي جهل، بمعنى ليس الأمر على ما يقول أبو جهل في نهيه إياك يا محمد عن الصلاة وطاعة ربك. الموضع السابع عشر، سورة التكاثر، قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. والوقف لا يحسن هنا على كلا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما قبله، ونفيه لا يجوز. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر عن الآخرة. الموضع الثامن عشر، سورة التكاثر، قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. والوقف لا يحسن هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي وقوع العلم منهم في الآخرة. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى لا يؤمنون بهذا الوعيد. القسم الثالث، ما لا يحسن الوقف فيه على كلا ولا يحسن الابتداء بها، علامات المصاحف.
لم يوضع عليهما في هذين الموضعين أي علامة في المصحف. الموضع الأول سورة النبأ، قوله تعالى: ثم كلا سيعلمون. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما مضى من الوعيد والتهديد في قوله تعالى: كلا سيعلمون، ولا يحصل الابتداء بها، وذلك لأن قبلها حرف عطف. الموضع الثاني سورة التكاثر، قوله تعالى: ثم كلا سوف تعلمون. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما مضى من الوعيد والتهديد، ولا يحصل الابتداء بها، وذلك لأن ما قبلها حرف عطف ولا يوقف عليها دون المعطوف. القسم الرابع يحسن الوقف فيه على كلا، ولا يحسن الابتداء بما بعدها، وذلك في موضعين، لكن يبتدأ بما قبلها. علامات المصاحف: وضعت أغلب المصاحف علامة صلي. الموضع الأول سورة الشعراء، قوله تعالى: قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا، قال كلا، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. ويحصل الوقف هنا على معنى ليس الأمر كما تقول، فلن يصلوا إليك، وثق بالله فلن يقتلوك. ولا يصح الابتداء بكلا، وذلك لأنها وما بعدها من مقول القول، لكن يبتدأ بقال كلا فاذهبا على معنى حقا أو ألا فاذهبا. الموضع الثاني سورة الشعراء، قوله تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. والوقف هنا على معنى ليس الأمر كما تظنون، فلن يدرككم فرعون، فالله وعدنا بالهداية والظفر. ولا يبتدأ بها لأنه لا يجوز الفصل بين القول ومقوله، لكن يبتدأ بقوله قال كلا إن، على معنى ألا إن معي ربي، وليس بمعنى حقا، وذلك لكسرة همزة إن. المبحث الخامس الوقف على بلى ونعم. الوقف على بلى: بلى حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله. مثال ذلك قول الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكلمة بلى نفت نفيهم وأثبتت اعترافهم بربوبيته جل وعلا، أي بلى أنت ربنا. موقع بلى: وقعت بلى في 22 موضعا في 16 سورة. قال الإمام السخاوي: والوقف عليها إذا لم تتصل بقسم جائز، إما تام وإما كاف، واتصالها بالقسم في 4 مواضع. قالوا بلى وربنا
في الأنعام والأحقاف؟ قل بلى وربي في سبأ والتغابن. فالوقف في هذه المواضع على القسم عند أصحاب الوقف ويوقف عليها فيما سوى ذلك وهو 18 موضعا. الفرق بين بلى ونعم: بلى لا تأتي إلا بعد نفي، ونعم تأتي بعد النفي والإثبات. فإذا قيل ما قام زيد فتصديقه نعم وتكذيبه بلى، بلى رد لما قبلها، أما نعم فهي تصديق لما قبلها. فإن كانت بلى ردا لما قبلها ووقعت نعم مكانها كانت تصديقا لما قبلها. مثال ذلك: لم يأتي زيد، فإن قلت بلى فأنت ترد النفي تثبت المجيء، وإن قلت نعم فأنت تصدق نفيه، والمعنى نعم لم يأتي زيد. قال الإمام مكي: ولو وقعت نعم في موضع بلى في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، فلو قالوا نعم لصار كفرا، لأنه يصير المعنى نعم لست ربنا وهذا كفر والعياذ بالله. أنواع كلا: النوع الأول ما يختار فيه الوقف على بلى لأنها جواب لما قبلها غير متعلقة بما بعدها لفظا، والوقف عليها كاف. وقد وضع مصحف الأزهر على أغلب هذه المواضع علامة جيم. الموضع الأول سورة البقرة قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أفادت بلى هنا إبطال قول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ونفت مس النار لهم أياما معدودة. وإذا انتفى المس أياما معدودة ثبت المس أكثر من ذلك، والمعنى ستمسكم النار أكثر من ذلك. وقوله تعالى من كسب سيئة جملة استئنافية لا محل لها تعليلا لما أفادته بلى. الموضع الثاني سورة البقرة قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلمة بلى نقضت قول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأثبتت أن غيرهم يدخلون الجنة، والمعنى بلى سيدخل الجنة من كان على غير اليهودية والنصرانية.
وإن كل من استسلم وانقاد لأمر الله ونواهيه وأخلص لله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموضع الثالث سورة آل عمران، قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أي بلى سيصيبكم إثم وحرج، فبلى مبطلة قول اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، يعنون بهذا القول ليس علينا فيما أصبناه من مال العرب إثم ولا حرج، لأنهم ليسوا أهل كتاب مثلنا. الموضع الرابع سورة آل عمران، قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أي بلى يكفي إمداد الله لنا. الموضع الخامس سورة الأعراف، قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في قوله شهدنا قولان: الأول أن هذا قول الملائكة، وذلك أن بني آدم لما اعترفوا بربوبية الله تعالى لهم قال تعالى للملائكة: اشهدوا، فقالوا: شهدنا، أي على اعتراف بني آدم. فعلى هذا يحصل الوقف على بلى، لأنه تمام كلام بني آدم، وقوله شهدنا حكاية لكلام الملائكة. الثاني أن شهدنا من تتمة كلام بني آدم، والمعنى شهدنا على أنفسنا بأنك ربنا ولا معبود لنا سواك. وعلى هذا القول لا يحصل الوقف على بلى، إذ لا يصح فصل بعض المقول عن بعض، وهذا هو الراجح. الموضع السادس سورة النحل، قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن
الله عليم بما كنتم تعملون. أي بلى عملتم السوء. وهذا الموضع لم توضع عليه علامة وقف في المصاحف المذكورة، وبذلك تكون بلى وما بعدها جوابا لما قبلها. الموضع السابع سورة ياسين، قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أي بلى قادر على أن يخلق مثلهم. الموضع الثامن سورة غافر، قوله تعالى: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي بلى أتتنا رسلنا بالبينات. فبلى نفت عدم إتيان الرسل بالبينات وأثبتت إتيانهم بها، والوقف عليها كاف لأن قالوا بلى جواب أهل النار لخزنة جهنم، وقوله قالوا فادعوا مستأنفة واقعة جوابا عن سؤال نشأ من الجملة السابقة. الموضع التاسع سورة الأحقاف، قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أي بلى قادر على إحياء الموتى، والوقف على بلى هنا كاف، وقوله تعالى إنه على كل شيء قدير جملة مستأنفة. الموضع العاشر سورة الانشقاق، قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. أبطلت بلى هنا نفي الحور، وهو الرجوع إلى الله بالبعث والنشور، فأثبتت الحور، وجملة إن ربه كان به بصيرا استئنافية، والمعنى بلى سيرجع إلى الله. النوع الثاني ما لا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها، وقد اتفقت المصاحف على عدم وضع أي علامة وقف بعد بلى. الموضع الأول سورة الأنعام، قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. لا يجوز الوقف هنا على بلى لوجوب الوصل المقسم بالمقسم عليه. الموضع الثاني سورة النحل، قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. يمتنع الوقف هنا على بلى، وذلك لأن قوله وعدا مصدر مؤكد للجملة التي دلت عليها بلى، وقامت مقامها المقدرة بقولنا لا يبعثنهم الله، ولا يفصل بين المؤكد والمؤكد.
الموضع الثالث سورة سبأ قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. يمتنع الوقف هنا على بلى لعدم جواز الفصل بين المؤكد والمؤكد والمقسم به والمقسم عليه. الموضع الرابع سورة الزمر قوله تعالى: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لا يجوز الوقف هنا على بلى لأن جملة قد جاءتك مؤكدة للجملة التي دلت عليها وسدت مسدها كلمة بلى، فلا يجوز الفصل بين المؤكد والمؤكد. الموضع الخامس سورة الأحقاف قوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. وما قيل في الموضع السابق يقال في هذا الموضع. الموضع السادس سورة التغابن قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. لا يجوز الوقف هنا على بلى لأن كلمة وربي من جملة مقول القول، وكذلك لوجوب وصل المقسم به بالمقسم عليه. الموضع السابع سورة القيامة قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا يجوز الوقف هنا على بلى لعدم صحة الفصل بين الحال وصاحبه وعامله، حيث أن قادرين منصوبة على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت عليه كلمة بلى، والتقدير نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه. النوع الثالث ما يجوز الوقف فيه على بلى، والوصف أرجح وأقوى لأن ما بعدها متصل بها وبما قبلها. علامات المصاحف لم يوضع عليها علامة وقف في أغلب المصاحف. الموضع الأول سورة البقرة قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يجوز الوقف هنا على بلى باعتبار تمام الكلام في الجملة، فالسؤال قد أخذ جوابه والفعل قد استوفى فاعله ومفعوله. والوصل أولى بالنظر إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، وذلك من جملة مقول القول. الموضع الثاني سورة الزمر قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
وما قيل في الآية السابقة يقال في هذه الآية؟ الموضع الثالث سورة الزخرف، قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يجوز الوقف هنا على بلى باعتبار إفادة الكلام الفائدة المطلوبة، والوصل أولى لأن الجملة بعدها حال أو معطوفة على الجملة التي دلت عليها بلى، أي بلى نسمع سرهم ونجواهم. الموضع الرابع سورة الحديد، قوله تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. يجوز الوقف هنا على بلى لتمام الكلام، والوصل أولى باعتبار عدم الفصل لبعض القول عن بعض. الموضع الخامس سورة الملك، قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يجوز الوقف هنا على بلى لتمام الكلام، والوصل أرجح لأن جملة قد جاءنا نذير مؤكدة للجملة التي دلت عليها بلى. انتهى الكلام عن بلى بحمد الله ذي الجلال. الوقف على نعم. نعم حرف جواب لكلام قبلها، ومعناها حرف يدل على تصديق المخبر إذا كان ما قبلها جملة خبرية. مثال: قول نعم لمن قال قام زيد أو لم يقم. وعد الطالب بتحقيق مطلوبه، وذلك إذا كان ما قبلها جملة إنشائية. مثال: إن أمرت بالصدق فقلت نعم فكأنك تعد الآمر بالصدق. ثالثا تكون للإعلام، وهذا هو الوارد في القرآن، وهو إعلام المخاطب بجواب استفهامه. أما عن جواز الوقف عليها فلم يرد في القرآن إلا موضع واحد يحصل الوقف فيه على نعم، في سورة الأعراف، قول الله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. والوقف كاف هنا لأن السؤال قد أخذ جوابه. وقد لوحظ أن أغلب المصاحف قد وضعت علامة جيم بعد نعم في هذا الموضع، وما سوى هذا الموضع فلا يحصل الوقف عليه. مثال ذلك في سورة الأعراف، قول الله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. لا يجوز الوقف هنا على نعم، وذلك لأن جملة وإنكم لمن المقربين معطوفة على الجملة المحذوفة التي قامت نعم مقامها في الجواب، أي نعم إن لكم أجرا وإنكم لمن المقربين.
وكلتا الجملتين من مقول القول ولا يفصل بين القول والمقول. انتهى الكلام عن نعم بحمد الله ذي الجلال.